بالنسبه لنا حنا مباراه قدام فريق رجاء بيضاوي بالجمهور ديالو ما غاديش تكون مباراه سهله. يمكن ما دخلناش في الاول في المباراه ولكن بعد بدينا كنخلقوا مشاكل لفريق الرجاء البيضاوي. جاتنا ضربه جزاء في الشوط الاول ما استطعناش نسجلوها, كذلك في الشوط الثاني بعد الطرد الثاني ديال فريق الرجاء البيضاوي فكنظن ما استغليناش هذه الفرصه هذه. يمكن دخلنا في شويه ما فرقناش ما بين السرعه والتسرع, يمكن ما كانش عندنا الحد في التركيز في 20 متر الاخرى او قدام المرمى. بالنسبه لي انا ما كنقولش نقطه, انا واخا قدام فريق الرجاء البيضاوي ولكن كان بامكاننا ديالنا اننا نخطفوا الفوز اليوم, ولكن على العموم النقطه بالنسبه لنا كتبقى ايجابيه في المسار ديالنا ان شاء الله في البطوله. شعيب, بالنسبه لك انت من وراء الطرد الثاني ديال فريق الرجاء واش كان تحفظ ولا كان واحد الشك ديال اللاعبين حيت شفت انهم ماقدروش يستغلوا هذاك النقص العددي ويمشيو يخلقوا فرص اكثر ويوصلوا الشباك ديال الرجاء؟ لا هو شوف بعد الطرد الثاني بدلنا التشكيل ديالنا داخل الملعب فلعبنا بثلاثه المدافعين وخلينا جوج لاعبين في الاجنحه. كنعرفوا بان ثمانيه لاعبين ضروري غادي يرجعوا يدافعوا فكان عندنا زياده عدديه لا في الاجنحه لا في وسط الميدان, ولكن كما قلت لك لا في التمريرات العرضيه لا في التمريرات يعني في العمق يمكن ما استطعناش اننا باش ننفذهم 100%, ولكن فالرجاء كتبقى فريق الرجاء البيضاوي كيبقى فريق الرجاء البيضاوي. ثمانيه لاعبين بتسعه لاعبين راه يخلق لك مشكل وكان بامكان ديالهم انهم يسجلوا عندنا هدف. كما قلت لك يمكن نكون راضي وما نكونش راضي على نقطه ولكن كان بامكان ديالنا كما قلت لك اننا نخطفوا الفوز اليوم. بالنسبه لنا حنا كنشكر اللاعبين على المستوى اللي قدموا اليوم, حنا مشكور نتمنى ان شاء الله نكملوا في المسار ديالنا في البطوله, ونتمنى لفريق الرجاء البيضاوي ان شاء الله مسيره موفقه في عصبه ابطال افريقيا في المباراه القادمه ضد الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله.